الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا السلام على الإمام المسموم، السلام على الإمام المظلوم، السلام على صاحب القبر المهدوم. لي قلب ثله الخطب فمارا، وجفون تقذف الدمع جمارا، أو بعد القايار من ساداتنا نام الدهر بأن يرعى الذمار، كيف نصب لحياة كيف نصب لحياة بعدما قتلوا من ألبس الدين افتخارا، قتلوا أصدق من فوق الثرى بذعايا في السوم في الأحشاء، سارا صدق الحزن بفقد ابن الكمات، فقده أورى شعاف القلب نار، لأف نفسي كيف يعفى قبره وهو حصن وبه الكون استجار، قضيت عين إن لم تبكه بدل الدمع دما ليل نهارا، إننا نرتقب اليوم الذي يطلب الموعود للصادق ثارا، يا بني يا المهدي تعالوا شوف قبري، يا ابني هيد مومار قدي وجنك ما تدري، يا ابني كم لوعه بسيتها بين صدري، يا ابني ليك اشكي همومي وضيق امري، شاهد ساووا بالارض
قبتي ومزاري شاهد من عزايري يقعد جواري شاهد ويش يعب عدوها من دياري الشاهد وش عمل فادك نار ثاري وش علي فادك نار ثاري وش علي فادك نار أحسنتم عظم الله أجورنا وأجوركم يا شيعة أمير المؤمنين واستشهد الإمام الصادق عليه السلام في شهر شوال سنة 148 من الهجرة النبوية الشريفة بالعنب المسموم الذي أطعمه الحاكم العباسي المنصور الدوانيقي وكان عمره الشريف حين استشهاده 65 سنة ولم يعين في الكتب المعتبرة اليوم الذي توفي فيه من شهر شوال. نعم قال صاحب جنات الخلود المتتبع الماهر إنه استشهد في اليوم 25 من ذلك الشهر وقيل إن شهادته عليه السلام كانت في النصف من رجب يوم 2 ونقل غير ذلك. أحسنتم عظم الله أجورنا وأجوركم يا شيعة أمير المؤمنين وروي أيضا أنه لما قبض أبو جعفر الباقر عليه السلام أمر أبو عبد الله عليه السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليه السلام ثم أمر أبو الحسن الكاظم عليه السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد الله عليه السلام وروى الشيخ الصدوق عن أبي بصير أنه قال دخلت على أم حميدة زوجة الإمام أعزيها بأبي عبد الله عليه السلام فبكت وبكيت لبكائها ثم قالت يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله عليه السلام عند الموت لرأيت عجبا فتح عيني ثم قال اجمعوا لي كل من بيني وبينه قرابة قالت فلم نترك أحدا إلا جمعناه قالت فنظر إليهم ثم قال إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة. أحسنتم عظم الله أجورنا وأجوركم وروي عن عيسى بن داب أنه قال لما حمل أبو عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام على سريره وأخرج إلى البقيع ليدفن
قال أبو هريرة العجلي من شعراء أهل البيت المهاجرين هذه الأبيات أقول وقد راحوا بي يحملونه على كاهل من حامليه وعاتقيه أتدرون ماذا تحملون إلى الثرى سبيراً سوى من رأس علياء الشاهقين غدا تحث الحاثون فوق ضريحه تراباً وأولى كان فوق المفارق وانبيه يا الشاي العشوانين وانبيه بقل يا حادي تروح قلبنا مو خلصها كثر وانبيه على البس انقطب هاي المسيه هي على البس انقطب هاي عشيل وليل تمن بناته الطاحن سوى وشمن عباته ويلي عليه يا الحانات وفاته بكدر وهموم عش يلي تدفنون والدنا عزيز الروح تدرون نريد النوح يمه وتجري العيون يا الشايلين النعيم ما بين الحبايب الله خلو معجلين هالليلة تدفنو بدار هيبات يا أهل الرحم عيفو بجعفر الصادق والناوين هذا أبونا هو الحنين ارحمونا يا ناس اذ كثر اش كثر باجين جعفر الصادق مات بالدار مو عالتروب ولا رمل الحار ولا ضمي دليله وينتهي بنار ولا صاير عليه ما جرى وصار ولا
ولا رحم بناته ويا السبايا ولا ودا وخواته للبغايا ويا الغروب وبلا حماية واويلي الصادق من الدار شاله مو مثل الذي بالشمس خلوه وثلاث أيام عار الناس عافوه ضام حسين خلقهم ذبحوه قوم ذبحوا وجعفر الصادق شيعوه بالألم والحسرة والناس في مسجد نبينا يعزوا الزهرة والدمع بالخد مجورة يا أم حسين شالوا جنازة جعفر الصادق والدمع يتحدى والكل على الهامة لطم والدمع والدمع بالخدين مجور يا أم حسين والدمع بالخدين مجور يا أم طلعي الزهرة من القبر وشيع المسموم وشوف المدينة على فراقة تنتحبها اليوم والدمع بالخد مجور يا أم حسين ما واحد إلا وراح للروضة يجر ومنا والكل يخلف على بتولة زينة الجنة مجور يا أم حسين والدمع بالخدين مجور يا أم جيناك يا زهرة ونقدم تعازينا راح الإمام اللي بفكره وعلمه يهدينا والدمع بالخدين مجور يا أم حسين عزوزك يا فاطمة بمصاب ابنها عزوزك يا فاطمة بمصاب ابنها
عزوزك يا فاطمة بمصاب ابنها، عزوزك يا فاطمة بمصاب ابنها. لازم يا شيعة اليوم نحيي هالرزية، نبكي على الصادق ونرصد له عزية. بهاي المصيبة نواسي الزهرة الزكية، نعزيها ونساعدها ونخفف دمها. عزوزك يا فاطمة بمصاب ابنها، عزوزك يا فاطمة بمصاب تنحب على تنحب لابو الكاظم ونذكر مصابه، تنحب على ابو الكاظم ونذكر مصابه. مثل زكي فاطمه حرقوها بابه، ما راعى والله وصفه نسل النجابه. جارت على الصادق بن اميه بظلمها، عزوزك يا فاطمه بمصاب ابنها، عزوزك يا فاطمه بمصاب ابنها. نتصور الصادق صبح حاله بشده، يا وصفه بسم العنه اتفطرت كبده. والكاظم يشوفه ودمعه فوق خده، نادي يا ابو يا مصيبتك والله اش عظمها، نادي يا ابو يا مصيبتك والله اش عظمها. نوح على الصادق وهل دمعة العين، واس الحزين امه مكسورة الضلعين. هذا زعيم المذهب وفخر المسلمين، هذا اللي دم صاب بجت لملاك كلها. عزوزك يا فاطمة بمصاب ابنها، عزوزك يا فاطمة. أرض المدينة تنوح لمصاب أبو الكاظم، هذا على راسه وهذا بصدره لاطيب، وهذا ينادي شل مصيبة ودمع ساجم. لجل المدينة ظلت تموج بحزنها، عزوزك يا فاطمة بمصاب ابنها، عزوزك يا فاطمة بمصاب. ذيك المهاب الصادق تشيع القبرة، ما داست ورضضت صدره خيول عشرة، وما ظل ثلاث أيام مرمي على الغبرة. مثل الشهيد الجاثته ما حد دفنها، مثل الشهيد الجاثته ما حد دفنها. لكن أقول تخف الأحزان، ما مات مثل حسين عطشان. ولا يا لعبت علي الخيل مدان، ولا ظل ثلاث أيام عريان. ولا انسبت للشام نسوان، وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون. نوروا قلوبكم وعطروا مجلسكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.